السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فكرة من لتوثيق التاريخ نتحدث عن ربعة الحواوشة. ربعة الحواوشة، إذا تحدثت عن نفسي، من مواليد 63، دائما أبدا كنا نتبارك بها. و أنت سيادتك قلت لي إن والدك بيقول إن ربعة الحواوشة هي مصحف مكتوب بخط سيدنا عثمان ايوه رضي الله عنه وأرضاه. ايوه أيوة يا فندم. وقيل انها كانت ماشيه في ماء، فكان واحد من قريه الحواوشه جالس فجيت له فاخذها، فمن يومها في قريه الحواوشه. وعلى ما علمت ورايتها والله شهيد على ما اقول من حوالي 35 سنه. احنا دلوقتي في 2021. كان والدي جابها مره حج علي. ايه طبعا. والدي طبعا كان هنا مع فضيلة الشيخ صدق على طول الله ايوه. يرحمه، فجابها في البيت لقيتها كبيرة كده وملفوفة في قطعة خضراء، فبقول كبيرة بحجم ايه؟ كبيرة 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 كده اهو، يعني مصحف يعني من الكبير. كبيرة يا دي. كبيرة وعرض كده وكبيرة كده، العرض كده كده كده. فطبعا بسأل والدتي، ما كنتش اقدر أسأل والدي طبعا، انت عارف ان والدي كان شديد وكده. فودي ايه، قالت لي دي سيبها مكانها، ضربت الحوشه كانت في الدولاب. انا حطيت ايدي عليها، حسيت ان حاجه بتشد قلبي كده. الله أكبر، الله أكبر، ده قرآن. اللي اعرفه عنها. كانت خط يدوي، قيل ان هو خط سيدنا عثمان بن عفان. أيوة فهمت. سيادتك الحاج علي عبد العظيم عبد الفتاح من قرية الحواوشي. طب ذكرياتك إيه عن ربعة الحواوشي؟ ربعة الحواوشي قد من قديم الزمن، لما كنت في الإعدادية طلعت وسمعت عنه وقال يعني لي أنت مواليد سيادتك 53؟ 53. فالإعدادية قد يكون 65. في الحدود كده 65 64. آه. فقالوا لي إن دي جماعة لقوها على وش المية ملفوفة في قطعة قماش، وخدوها وجابوها هنا الحواوشي، تمام. وبيتورثها الأبناء كله ورا بعضه. تمام يا فندم. يعني من الجد إلى ابن الجد إلى آه ابن الجد. ورا بعضه كده. فيورثوها ويحلفوا عليها، والواحد لما يقترب منه بيحصل له هزة، لا إله إلا الله، ما هزة ربانية. أيوة يا فندم. أيوة واخد بال سعادتك؟ أيوة. فده بالنسبة للمصحف الحواوشي، وسمي بهذا الاسم لأنه جه على وش المية ووقف عند قرية الحواوشي. اللي هي ترعة المنصورية أظن. المنصورية. أيوة. طيب احنا كنا دايما، يعني انا وانا طفل صغير، انا مواليد 63، نقول ايه، هنروح نجيب ربعة الحواوشي، ايوه حاجة ضاعت هنجيب ربعة، واحد سرق هنجيب ربعة الحواوشي، بيحلفوا عليها. ودليل ان الكل بيتحدث عنها، يعني كانت في نتائج واضحة. ايوه بياخدوها في جميع الجهات. ايوه يا فندم. اي حاجة مسروقة او مش لاقيني، ساعة ما تحط ايدهم على مصحف، على هو المصحف عمل الشيء ده ما يرضاش يحلف عليه. يعني زي ما حضرتك قلت، قد طبعا هو كتاب الله طبعا. وفيه اعجاز، لكن بالتاكيد في جانب نفسي. ما يعني هو انا سيادتك او انت كراجل تربوي تعرف الطالب اللي بغش من غير اي جهد، طبعا انت واخد بال حضرتك؟ زي مثلا امثل لك مثال، ويعني احنا مش هنعمله يعني. ايوه. يعني مثلا في 5 اشخاص قدامي في مال السرب، فطبعا يا جماعه انت اللي خدته يا ابني، انت اللي خدته، دي يقول لا ودي يقول لا، ال5 اشخاص قال لك ما خدناش حاجه. طبعا. طب نعمل ايه؟ طيب انتوا ما خدتوش حاجه؟ طب الحله ده هي فيها ربعها دم. اللي هيحط ايده في الدم وخد الحاجه دي، لو طلع ايده جه يغسل ايده من الدم، ايده مش هتروح وهتبقى حمراء الى يوم القيامه. خلاص الانسان اللي واخد، لو تلاقيه اتهز كده يقول لك انا احط ايدي مثلا، بيبان بس. بيبان على على الانسان، على وش المخت. الانسان. انا واقف في لجنه وانسان مانيش شايف الا الورقه، وبيبص له وبص له بصه او بص له كده، اعرف اذا كان في كتاب تحت التخته ولا لا، اعرف اذا كان بيغش ولا لا. بالظبط. الحمد لله. الحمد لله. بالنسبة لقرية الحواوشة حضرتك، هي من القرى القديمة، وردت باسم منية الحواوشة.
في أعمال المرتحية ضمن قرى الروق الصالح والتي أحاطت ابن ممات في كتاب قوانين الدواوين. إذن الحواوشة كانت في التاريخ القديم تسمى منية الحواوشة، وفي العصر العثماني وردت باسم الحواوشة في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني، وفي عام 1228 هجرية الموافق 1813 قام محمد علي باشا بعد كرة مصر من خلال مسح، وعرفت هذه المنطقة باسم الحواوشة. إذن هذه المنطقة لها تاريخ من أيام محمد علي باشا والعصر العثماني. أيوة، تبع لمحافظة الدقهلية. الحواوشة إحدى قرى مركز المنصورة محافظة الدقهلية. طب يعني تضيف حاجة سيادتك عن تاريخ الحواوشة، أو تتحدث عن الحواوشة أو الرابعة؟ على معلم إن الحواوشة دي كانت حوش للإنجليز هنا. أيوة، ما سيادتك أنا بقول من أيام العصر العثماني وحتى من يعني أيام محمد علي من 1805. أيوة. محمد علي من 1805. يعني البلد دي بلد يعني فيها آثار وواسعة، يعني هي فيها منطقة أثرية؟ يعني مقامات واخد بال سعادتك؟ أيوة. فالبلد هنا بلد مريحة للأجنبي. أيوة. ليه؟ مش بتاع مشاكل ولا أي حاجة، الحمد لله. يعني ويحبون أن يطعموا يحبوا الناس الأغراب. ربنا يعزكم ويوسع عليكم. ماشي يا ريس. طب انت نستكمل كلامك عن الرابعة. بالنسبة للرابعة، على ما وانا صغير لما كنت في سنة ستة ابتدائي. قالوا ان الرابعة دي اختطفت على وش المية. لا سيادتك عفوا، لو في موقف حصل قدامك اللي هو حد سرق، حد كذب، واستعانوا بالفنا. أيوة. موقف حصل قدامك. الجماعة كانوا من مثل عامل. اتفضل يا فندم عن رابعة الحواوشة. بالنسبة لرابعة الحواوشة، الواحد لما يجي يحلف غلط لازم يتدرب أعز حاجة عنده. بس انت شفت في موقف حصل قدام حضرتك؟ موقف حصل قدام مني. لما راح في واحد لمؤاخذة كان في سوق مثل عامل. فوقع مني الفلوس. أيوة. فاتهم واحد قال له انت خدت مني انت اللي خدت كذا، قال له انا ما خدتش، تعالى بقى نروح للربع في الحوش. تمام. جه يحلف قدام سوق ميت العامل بتاع عفوا المواشي بتاع المواشي. وجه يحلف واقف عن حلفه غصب عنه كده. الله اكبر، الله اكبر. الناس عرفت ان هو اللي واخد الفلوس. ما قدرش يكمل. لان لها هز ورعشه، كانت لها هز وهيبه. يعني ما قدرش يخش يحلف على الحاجه اللي هي لها تاريخ. امال ايه تاريخ؟ ايوه يا فندم، كده لها هيبه وان ما يقدرش يبان عليها. عن ربعه الحواوشه هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعه. شكرا.